بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مقيم بالديار البلجيكية، استضفت في هذه العطلة ديال رأس السنة مع هذه الحملة التحسيسية اللي كنظمها الإخوان ديال الشيبة العدالة والتنمية، وفي الأصل يعني دخلنا معهم في هذا العمل لأنه عمل تحسيسي، عمل جبار، عمل يعني بالدرجة الأولى كيباشر ويحسس الناس بأهمية ديال النظافة. وكنشكر الإخوان ديال العدالة والتنمية يعني على هذا العمل الجبار، وكنتمنوا على أن هذا العمل يتكرر في جميع الأحياء ويشاركوا فيه جميع الناس، لأنه هو هذا العمل ما كيخصش واحد الشريحة فقط، هو يخص جميع السكان. وما ننتظروش على أنه يعني البلدية أو مثلا الجانب الرسمي هو اللي يقوم بهذا العمل، خص حتى السكان يتجندوا لهذا العمل. وأنا كنعطي مثال في أوروبا يعني ملي كتمشي في الشوارع الناس كلهم حاسين بأهمية النظافة. كتعطي مثلا بشاب صغير، تعطيه حلوة ياكلها ولكن ما يرميش الوسخ في الشارع. يعني أنا كنطالب الأخوات كذلك يمشيوا للمدارس، لأنه يعني الأمر ديال التحسيس ديال هذه أهمية النظافة تبدا مع الأطفال. بطبيعة الحال لأنه لا لا لا، أنا كان عندي الولد يعني تعطيه حلوة في الشارع ياكل الحلوة والكاغط يديروا في الجيب حتى يشوف يعني وين بوبال ولا ويمشي ويربي ذاك الزبال نعم. ونتمنى ان شاء الله هذا العمل يتكرر، لانه هو عمل تحسيسي بطبيعه الحال في هذه الاونه، ولكن هذا العمل خصو يتكرر في جميع الاحياء. يا اخي انا كنحس انني نشيط بصراحه، لانه ملي الانسان كيعمل واحد العمل اللي كيستافدوا منه جميع الساكنه هو عمل خيري وكيطمئن فيه الانسان. بارك الله فيك استاذ، الله يجازيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. في البداية كنشكر الإخوان ديال موقع زيو سيتي على المتابعة ديالهم وعلى التغطية ديالهم لهاد الحملة الثانية ديال النظافة اللي كينظموها الشباب ديال العدالة والتنمية، مشكورين. هذه مبادرة طيبة كتعبر على الوعي ديالهم والمسؤولية ديالهم، وكتعبر كذلك على واحد الرغبة في يعني ان تكون المدينه ديال زيو مدينه نظيفه ومدينه نقيه. على كل حال انا كنقول مدينه يعني تجاوز فقط، والا فمثل هذه المبادرات فهاد الوضع حنا اللي كنعيشوه في مدينه زيو وبالتحديد هنا في حي السوق وكذلك في قرب المسجد القديم، هذا وضع يعني كارثي بكل معنى الكلمه. فالإخوان يعني نأكد أنهم مشكورين على المبادرة ديالهم، ونتمنى لهم التوفيق وتستمر يعني مثل هذه المبادرات ديال النظافة، لأن هي كتعبر أولا على وعي وكتقدم رسالة للمواطنين أنهم كلهم يساهموا في مثل هذه المبادرات. إلا أن الوضع اللي كنعيشوه حنا هنا في وسط حي السوق يعني كما قلت وضع كارثي، وضع يعني غير مقبول لا قانونيا ولا كما بغيت توصفه، غير مقبول، لان ما يمكنش السكان يعني الان مطالبين السكان باش يهجروا من ديورهم. علاش؟ لان الفوضى احتلت الابواب ديال الديور ديالنا، الفوضى سدات الشوارع. هذا المكان اللي كتشوفوا الان هنا امامنا ما يمكنناش ندوزوا منه من ربعه العشيه الفوق، يمنع السكان انهم لا يدخلوا لا يخرجوا. اذا والمساله الاخرى اللي هي اخطر، وهو انه يوم الخميس يرحل السوق الاسبوعي اللي فيه جميع انواع ديال التجاره يرحل الى وسط المدينه، هنا قدام المركب التجاري وهنا في وسط السكان، عرقله السير، الاوساخ، الازبال، يعني كارثه. احنا بالنسبه لنا كسكان ديال حي السوق قدمنا عشرات الشكايات للسلطه على المستوى المحلي، على المستوى الاقليمي، وحتى الوالي ديال الجهه ورئيس الجهه والعامل. وهذه غير اسبوع اتصلنا بمدير الديوان خبرنا بهذه الكارثه اللي كانت يوم الخميس، ولكن للاسف لا حياه لم تنادي. فوضى منظمه، فوضى مقصوده، حتى واحد ما بغي يتحمل المسؤوليه. وانا كنستغرب يعني كمواطن كيفاش ان الدوله كتصوي وضعيه الاجانب، شي جاي من افريقيا، شي جاي من الصحراء، شي جاي يعني طبعا كنهضر على المناطق يعني البعيده على المغرب،
كنسوي لهم وضعيه وحنا مواطنين هنا محتلين في ديورهم، مواطن محتل في داره ما يقد يدخل ما يقد يخرج. واش هذا وضع عباد الله؟ هذا وضع، هذا وضع ان اجيو مع العشيه اربعه العشيه تشوفوا شنو كيوقع في وسط الحي. حنا الان الان كنفكروا ان نهجروا ديورنا بسبب هذه الكارثه اللي مسافيها مع السلطه. السلطة تتحمل كامل المسؤولية، بل أقول أن السلطة قصد هذا الوضع يكون بهذا الشكل، أننا يهجرون ديورنا، يمنعونا ندخلوا ونخرجوا، يمنعوا أولادنا باش يعيشوا حياة طبيعية. وجا هذا المجلس زاد كمل لنا احنا في هذه الجردة، والجردة عباد الله فيها 400 متر نديروا فيها جوج ديال الكيوسك. واش هذا مقبول؟ هذا مقبول؟ هذا غير مقبول، هذا غير مقبول نهائيا، أنه دار جوج ديال الكيوسك في وسط الجردة اللي فيها 200 متر ولا 300 متر. إذا نطالب أن السلطة ترفع علينا الضرر، ترفع علينا الضرر وتهز علينا هاد الوسخ وتشوف هاد الناس كيدير لهم ويتحملوا مسؤوليتهم. لان شي نهار غادي توقع شي كارثه هنا ديال القتيله ولا توقع شي مصيبه هنا، لان هاد الناس راه روعونا وما قدونا ما قديناش نعيشوا لسنوات، هادي 7 سنين ولا 8 سنين وحنا كنعيشوا وضع كارثي. على كل حال شكرا مره اخرى للمقيدة زي سيتي، شكرا للاخوان ديال العداله والتنميه على المبادره ديالهم، وحنا طبعا مستمرين في الدفاع عن الكرامه ديالنا لا اقل ولا اكثر. هذا وضع غير مقبول، هذا وضع انساني غير مقبول، هذه فضيحه كتعيش هذه المدينه باش يكون سوق اسبوعي في وسط المدينه وبهذه الفوضى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كنشكروا هاد الشباب اللي قاموا داروا هاد العمل ديال النظافة، وكنتمنوا ان شاء الله منهم باش يستمروا. وهذا لانما هذا حي السوق ولا دابا فيه بزاف ديال البائعين العشوائيين، ويومين عندنا يعني الوسخ هنا والازعاج. كنتمنوا حتى السلطات ان شاء الله باش تدخل باش دير الحد لهاد الشيء، السلطات المعنيه والبلديه. انما هذا يعني واش نقول لك، لان ما كاين الناس دابا اللي ملوا في هاد الحالات اللي كاين يومين، يعني كيعانيوا بها السكان. اللي ساكن ما يقدرش يدخل بالسياره، والكلام اللي ماشي زين موجود. والمهم هاد المبادره ديال والوسخ والوساخ، والمهم كنشكروا هاد الشباب اللي داروا هاد المبادره، ونتمنوا في السلطات والبلديه باش تدخل في هاد المشكل وتحل المشكل ديال حي السوق. حنايا عند الفجر نقي مالي براس وحدي، فهمت؟ وحدي نقي هنايا، نقي من حتى هذيك الجهه. نطلبوا الطرب حنايا يعطونا حقنا فين نمشيو نفرشوا ونخليهم التاسع حنايا. طلبنا هكاك. شبيبه العداله والتنميه اليوم تنظم المرحله الثانيه لحمله النظافه. هذه المره تم اختيار حي السوق، هذا الحي الذي يعرف مجموعه من المشاكل باستمرار طيله السنه، خاصه انتشار الباعة المتجولين. سكان الحي استحسنوا هذه البادره التي نظمها شباب العداله والتنميه، فهدفنا هو نشر الوعي البيئي، تحسيس سكان المدينة بأهمية النظافة، بأهمية هذه المبادرات التي ترمي إلى توعية السكان بضرورة حماية هذه المدينة من مجموعة من الأخطار ومن مجموعة من المشاكل الاجتماعية التي تنخر سكان المدينة، وأخص بالذكر مثلا المخدرات. هناك مثلا بيع مجموعه من الاشياء التي قد تؤدي الى نقول شغل الشباب بمجموعه من المشاكل. ونشكر الجاليه التي ساهمت ايضا ساهمت معنا في هذه الحمله، وكل سكان الحي حي السوق الذين ايضا شاركوا معنا في هذه الحمله. ندعو ايضا جميع الفعاليات للمساهمه معنا في المراحل اللاحقه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.